طيب شو وقت ابتدى هذا الطموح عندك، طموح ان انت تكونين كابتن طائرة؟ هذا الشيء بدأ من آية صغيرة، من أول طيارة ركبتها، أول مرة أركب بها طيارة حسيت نفسي إنه هيجي ملكت الكون، أني فوق بالسماء، أني يعني إنه دا أشوف العالم من منظور ثاني، وهذا الشيء نمى بداخلي من أول ما هبطت بالمطار. قلت أنا أريد أكون بهذا أشتغل بهذا المكان، أكون فوق بالسماء. ما شاء الله فهذا الشيء كان كلش صعب علي بالبداية، لأنه كان فالشيء مثل ما قلت أنتو، فالشيء حقر على الرجال فقط، فهذا الشيء كان بالنسبة لي صعب. بس بمر الوقت سألت عليه وعرفت شوية على المجال أكثر، فقررت إن شاء الله إنه أكون أنا بهذا المجال. كل التوفيق يا رب. كل التوفيق إليك رشا، واحكي لنا شنو تقولين للشباب اللي اليوم دا يشوفوك ويقولون لا هي امرأة بالنهاية ما تقدر توصل وما تقدر ما تقدر انه نفسنا توصل لنفس المراحل ككابتن بالمقارنة بكابتن طيار شاب. بصراحة تجيني هيك تعليقات اني انه كوني اني بنية، يقولوا لي انه شنو الجدول مالتش حتى نكنسل الطيران، حتى ما تكون انت القائدة بالطيارة. بالنسبة لي اشوف هذا الشيء كلش غلط. التدريب الطيران نفسه هو بالنسبة للرجال، بالنسبة للنساء همين نفس التدريب اللي هم يخوضوه احنا بنخوضه، ماكو فرق بين الرجال والنساء بهذا المجال. الفرق الوحيد انه الرجال هم اكثر بهذا المجال مقارنة بالنساء، لذلك يحسون انه الرجال بس هم اللي يقدرون، بس هذا الشيء غلط. نعم، احكي لنا شنو نوع الطائرات اللي تتدربين عليها كابتن رشا؟ أنا أتدرب على طيارات